خايف لا يحصل اعمل حاجه يحصل لها مضاعفات بعديه. فتكلمت على الجروب بتاعه الدفعه بسرعه كلهم مثلا وقطعت ابوس كويس ولا لا وكده. كنت جاي الساعة 2 بالليل كده من ماتش كورة، فالنور كان قاطع عندنا في المنطقة وكده. فأول ما وصلت سمعت صراخ وكده في بيت الجيران، فروحت عنديهم بقول إيه فيه، فتحت لي ست كبيرة اللي هي أمها. فأول ما دخلت لقيت الست اللي هتولد قاعدة على الكنبي وخلاص، وبتقول لي خلاص هولد الواد نازل. فدخلت خليتها تريح على السرير وتعمل البوزيشن اللي إحنا متعلمينه في الكلية وكده، وقعدت. وأول ما شفت لقيت راس الجنين خلاص يعني يا دوب نازلة خلاص، فمسكت من راسه وابتديت أتعامل على إيه على اساس تعليمنا في الكليه وكده. وبس بعد كده نزلت الواد، فسالت على جروب الكليه عشان بحيث ان الطلبه اصحابي يعني يساعدوني وكده، وجاوب بارك الله فيهم يعني وساعدوني بس وبقيت شغال. مش معايا حاجه اقطع بيها الحبل السري، فكان فيه موس معقم استخدمت بيه قطعت الحبل السري، لفيته بفتله خيط الاول بعد كده بمشبك. بعد كده كلمت توك توك عشان ما كانش معايا رقم الاسعاف ولا معايا رصيد ولا اي حاجه، كلمت توك توك على النت وجاني، فاخذتها بعد كده وديتها المستشفى، وفي المستشفى قاموا باللازم يعني بارك الله فيه.